نبتدي بقى بعبد الله ابو ستانج. عبد الله الاول، انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ دي ربع سنه. ما شاء الله ربع سنه. البطوله السنه دي كانت بطوله صعبه، خاصه ان انت النهارده بطوله شبه الفرق الدوري الممتاز، جميع يعني فرق الدوري الممتاز موجوده ايضا في بطوله 2005. يعني احنا السنه دي الصراحه بطوله ماتشات كلها يعني شبه بعض، ما فيش مثلا ماتشات سهله، ما فيش ماتشات اللي هو مثلا نكسب بسهوله، بس يعني الماتشات كلها يعني لازم نلعب، لازم نبقى كويسين ونبقى من اول دقيقه مركزين، والحمد لله يعني ده الطبيعي ان احنا نكسب الماتشات، يعني نكسب معظم الماتشات، وده الطبيعي ان احنا نحاول ان احنا ما نقعش في اي ماتشات، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا الدوري قبلها ب7 اسابيع، وعملنا يعني مش انجاز بس يعني حاجه كويسه، والمفروض انه في النادي الاهلي اي فرقه المفروض تعمل كده يعني. تمام، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. طبيعي طبعا. رأفت واحد من اللاعبين المميزين ما شاء الله السنه دي، لعبت في كذا مركز. الحمد لله. كنا بنذيع المباريات بنشوفها في نص الملعب، مره فرود، مره 10، مره وينج. حلو التوظيف ده في كذا مكان. طبعا الحمد لله، هو الكابتن يحتاجني في اي مركز انا موجود بدل زملائي يعني. وانا الحمد لله كذا مركز واديت بشكل كويس وبشكر يعني الحمد لله يعني. طب قول لي المباراه الاصعب بقى في الموسم كانت مباراه ايه؟ كانت مباراه سيراميكا. سيراميكا عندهم ولا عندنا؟ عندنا احنا. عندنا سيراميكا من القطاعات الناشئين القويه. كنا خسرانين في الشوط الاول 2-0. والشوط الثاني نزلنا يعني حاولنا نقدم مستوى يليق يعني، والحمد لله كسبنا 3-2 وجبت جولين في الماتش ده. ودي كانت مباراه مهمه ومحطه مهمه في الدوري. الحمد لله. يوسف جمال واحد من كباتن الفرقه. يوسف قول لي مركزك ايه الاول؟ انا مركزي باك رايت وبلعب ديفندر برضه. ديفندر بس المركز اللي انت بتحبه او تجيد فيه بشكل اكبر ايه؟ هو الاثنين، انا بحب العب في الاثنين، ومعظم السنه دي بلعب لعبت باك رايت معظم قد الماتشات اللي بتاعت ديفندر يعني. طب قول لي انت واحد من كباتن الفرقه بقى، لو اللعيبه بتتدلع كده بتدخل بين الشوطين ممكن مع المدير الفني بعد كابتن علامة بيتكلم، ممكن انت تتكلم مع اللعيبه ويبقى ليك دور مع اللعيبه؟ طبعا ده حاجه اساسي يعني، لازم بين الشوطين لازم احنا اللي بنفوق اللعيبه، احنا كباتن الفرقه، احنا اللي بنلم الفرقه، احنا اللي مسؤولين عن اوضه اللبس طبعا. واحنا اللي دايما بنحاول نفوق الناس، لو الناس نامت او حصل اي رعونه في الاداء احنا دايما اللي بنشتغل على الحته دي، لازم نشد بعض، لازم نكلم بعض طبعا. واحنا عارضين دلوقتي مباراه الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك كسبناهم احنا، كسبنا الماتشين، المباراه اللي كانت في الزمالك 1-0 عندنا و2-1 عندهم، و2-1 عندهم، دي المباراه اللي كانت عندنا كسبناها 1-0. مباراه صعبه برضو يعني، مكسب الزمالك ليه فرحه بطوله خاصه. طبعا ماتش الاهلي والزمالك ماتش قمه طبعا يا كابتن، الماتشات المهمه اللي احنا كسبناها السنه دي، هو مفارق معانا فعلا ان احنا فرقنا كمان عنهم هم مركز ثاني، فاحنا لما كسبنا الماتشات اللي بيننا وبينهم المواجهات المباشره ده فرق معانا، والحمد لله يعني احنا فرقنا يعني كسبنا. تمام. معانا معتز. ازيك يا معتز؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. واحد من المدافعين برضو المميزين معتز محمد، وهداف، واحنا كنا بنذيع المباريات كنت بتسجل برضو يا معتز. الحمد لله، يعني انا جايب السنه دي 6 اهداف. ما شاء الله. والسنه اللي فاتت جايب 5. كويس. وده كمان يعني بسبب ان كابتن علاء وكابتن محمد صلاح بيساعدوني في الموضوع ده، ان في الكوره الثابته بيبقى في تكتيك معين انها تتلعب عليا. وزمايلي برضو بيساعدوني ان هم بيتحركوا في مكان عشان يفضوا لي وتتلعب عليا وبقدر اسجل منها كتير. حلو. الكرات الثابته مهمه جدا طبعا، حل من الحلول انك تطلع تسجل فيها طبعا، بتخلص ماتشات كتير. الحمد لله. المباراه اللي كنت شايل همها بقى في المسابقه، عندهم مهاجم قوي فانت مركز علشان ما يخطفش منك هدف. لا والله يعني الحاجات ولا دي كل المباريات أيوة نفس التركيز؟ كل المباريات نفس التركيز طبعا، كل واحد بيبقى له احترامه والحاجات دي ما تبقاش في دماغي قوي يعني. كل اللي بيجي بقى بحاول اشتغل عليه على قد امكانياتي وعلى قد ما اقدر، وبحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اوقف اي حد. عاملين دويتو حلو انت وعبد الله بوستانجي ومعتز، في تفاهم كبير طبعا. احنا النهارده يعني انا عامل لكم احتفاليه كبيره، وخلي بالكم في نهايه الحلقه لسه لما نستضيف اللعيبه كلها مكلفين النهارده، عامل لكم تورته حلوه النهارده عشان انتوا النهارده تستحقوا اول فريق الله. واخد البطوله في قطاع الناشئين، ومش واخد البطوله، لا ده انت واخد البطوله وحسمتها قبل انتهاء المسابقه ب7 جولات. الحمد لله، دي حاجه تحسب ليكم برضه. طبعا الحمد لله، وان شاء الله مش اول مره يعني، ان شاء الله كل السنين اللي جايه يعني وكل المواليد مش احنا بس هيعملوا كده واحسن ان شاء الله يعني قريبا كده نشوفكم كمان في الدرجه الاولى. بشكركم شكرا جزيلا، وهنروح علشان برضه نستقبل بعض من لاعبين فريق 2005.